إلى شأن آخر، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عصر اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن آل عبد العزيز بمقر إقامته في الرياض، وذلك على هامش الزيارة التي تقوده منذ صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة ثنائية إلى الخارج. الرئيس تبون استقبل اليوم بمطار الملك خالد الدولي بالرياض من قبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز. رئيس الجمهورية سيستقبل يوم غد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.